تنهي ورشة البيطري والنحال الصغير اللي كانت ضمن برنامج معين تم خلاله عقد العديد من اللقاءات. تم في هذه اللقاءات التعرف على شخصية الأطفال ورغبتهم بالحياة وأيضا هواياتهم وإخراجهم من دائرة الهاتف والإلكترونيات والإنترنت وإدخالهم إلى دائرة الطبيعة، بالإضافة إلى أنه تم تعريف الأطفال بمنتجات النحل وفوائدها وأيضا طريقة تجميع العسل وبناء وتطور النحل، بالإضافة إلى اللباس الذي يرتديه النحل. تفاصيل كثيرة اليوم رح نتعرف عليها خلال هذه النافذة المباشرة حول هذا البرنامج وهذه الورشة الجميلة، طبعا بتواجد الأطفال الصغار والمشاركين في هذه الورشة مع ضيفتي أكيد مديرة مجلس إدارة منتدى الفكر الشبابي الأخت باسمة عساف. تفضلي هنا لو سمحتي. يسعد صباحك عبر برنامج فلسطين هذا الصباح. أهلا فيكم، صباح الورد. كتير مبسوطة أنه تشوفوا إيش الإنجازات اللي بعملها المنتدى وكيف نحقق أهدافنا اللي هي في إنتاج مستقبل حلو لطلابنا بعيدا عن التلقين. أخت باسم عفوا عن المقاطعة، يعني منتدى الفكر الشبابي في محافظة جنين مميز بالأنشطة التي يقوم بها ويقدمها بشكل دائم من المخيمات الصيفية والشتوية للأطفال، بالإضافة إلى الورشات الثقافية، واليوم عم بنشاهد ورشة مميزة. نتحدث عن هذه الورشة التي تخص يعني الحيوانات البيئية وما الذي يميز هذه الورشة. اسمحي لي أنه في آخر كلمتين حكيتهم هم اللي رح ركز عليهم، لأنه ما يحدث في الورشة رح أسيبه للدكتورة سهير اللي هي بتعمل الورشات، بس حبيت أوضح أنه آخر الأعمال اللي قمنا فيها عشان نبدأ في مثل هيك ورشات، عملنا اتفاقية تعاون بين جمعية الأطباء البيطريين وبين جمعية النحالين والمنتدى، وهذه تعتبر أول الأنشطة بعد الاتفاقية اللي صارت، لأنه المنتدى أساساً كان فيه له أهداف أساسية. الهدف الأساسي كان أنه الأطفال يتعلموا من خلال الممارسة، وهو هذا أساس المنتدى، يعني الطفل لازم يمارس ويستخدم مهارات غير مهارة الاستماع للأستاذ، فهو بيستخدم مهارة الإيديه، الحس، الإحساس، العمل بالمشاركة مع الـ مع الـ البقية، وهذا اللي راح تشوفيه اليوم وهذا اللي مستمر عنا. الهدف الثاني وبنعتبره أساسي، بعمل ورشات أنا لطلاب الجامعة سنة أولى وسنة ثانية ولطلاب المدارس من صف 11 وتوجيهي، حتى يعرف ما هو التخصص الجامعي اللي هو بحب يدرسه. هلأ حسيت انه ان نبدا مع هدول الاطفال بان نحطهم في ورشات هم ما عاشوها، يعني انا لو انا وانت لما درسنا عن النحله عن النحل درسنا درسنا عن النحل بانه صوره النحله على الكتاب، هلا لا، هلا راح يشوفوا خليه النحل، خليه زجاجيه جايبين لهم اياها، واللباس اللي بيلبسوا لها، رغم انه احنا في المخيمات بناخذهم على هيك ورشات، بس على الأقل مستقبلاً بفكر الطالب إنه في يوم من الأيام أنا عملت ورشة كذا، والله أنا بحب الحيوانات، والله أنا بحب هذا التوجه، فبيعرف وين بده يروح يدرس، بدل ما يوصل مرحلة الجامعة هو مش عارف يحدد إيش بده. فقررنا نعمل ورشات متعددة على أساس إنه يعيشها الطالب ويعرف إيش بده يشتغل أو إيش مستقبلاً وين بده يتوجه. فهذا هو الهدف الثاني كان إنه للمنتدى، وهذه الورشة اللي راح تعيشوها معانا وتشوفوا إيش الأطفال قديش هم مبسوطين فيها، لأنهم على الأقل شايفين إشي ما مش عمالهم بيشوفوه في المدرسة أو في أي مكان آخر. نعم، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر الأخت باسمة عسافة مديرة مجلس منتدى الفكر الشبابي على هذه المشاركة، وسأنتقل زملائي إلى ضيفتي الأخرى وهي الدكتورة البيطرية. تفضلي هنا سهير برغل. يعني بداية يسعد صباحك عبر برنامج فلسطين هذا الصباح. أهلا وسهلا، صباح الخير. يعني دكتورة سهير، اليوم أنتم بتشاركوا المنتدى الفكرة الشبابي في محافظة جنين، وكانت لكم ورشة استمرت لمدة أيام، ثلاث أيام عفوا، قدمتم هذه الورشة للأطفال اللي حاليا متواجدين معنا عم بنشاهدهم عبر عين كاميرا فلسطين. حديثينا عن الورشة وأهدافها وأهميتها. هي مظبوط بالبداية إحنا بلشنا فيها اللي هي البيطري والنحال الصغير، هي بشكل أساسي كانت أهدافها إني أعمل توعي، يعني وعي للأطفال عن الحيوانات، عن كيفية التعاون معها، عن كيف
كيفية التعامل معها، كيف يعني الرفق بالحيوان بشكل أساسي، كيف مثلا إذا شافوا حيوان بالشارع كيف يتعاملوا معه بدل ما يخافوا منه، كيف يحنوا عليهم، يحبوهم، يطعموهم، يعني كيف بدي أبني جوات الطفل يعني رحمة وحب لهي الحيوانات بدل ما قاعدين بضربوهم وبعذبوهم. هذا الهدف الأساسي. الشغلة الثانية اللي هي أطلعهم من أجواء السوشيال ميديا والتلفونات ونروح أكثر لأجواء الطبيعة، الزراعة، زي اليوم رح نزرع، رح نتعرف على النحل وعلى عالم النحل، رح نتعرف كمان، تعرفنا من قبل على السمك، عالم الأسماك، وتعرفنا على الأرنب، وتعرفنا على القطط وعلى السلاحف، يعني مع كل مرة كنا عم نتعرف على إشي معين. فالهدف كان منه أكثر إنه كمان ندخل في عالم الطبيعة ونقوي حواس الأطفال في هاي القصص كليتها. نعم، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، أكيد بتمنى لك التوفيق وبنتمنى لكم التوفيق جميعاً. يعني فعلياً وصل النحل في هذه اللحظات زملائي، ومثل هيك أنشطة قديش مهمة جداً وقديش بتساعد الأطفال على تحديد ميولهم في المستقبل وتكوين شخصيتهم ونشر الوعي لديهم بقضية الرفق بالحيوان كما ذكروا، ونشر الوعي بالمحبة والعطف والحنان، وأكيد يعني تربية الأطفال تربية ناشئة على حب المجتمع والوطن بعيداً عن أذية الغير وضرورة الاهتمام بالآخرين. يعني زملائي هذا كل ما لدينا عبر هذه الفقرة وهذه النافذة المباشرة، عودة إليكم. شكرا جزيلا لك طبعا أمنة بلالو على هذه النافذة من جنين. أكيد هاي المساحات حلوة هيك كمان.